معكم الأستاذ خالد إزوار، رئيس اتحاد التنسيقيات وجمعية المجتمع المدني بمدينة القنيطرة، رئيس مركز التكوين وتقوية قدرات النساء ولاد وجيه التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن. بعد اللقاء التواصلي مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني اللي كان يوم الاثنين، وبعد تداول في مجموعة من القضايا وكذلك القيام بعملية تشخيص، تشكلت لجنة تتكون من 14 ديال الأشخاص، ونهار اثنين مشينا قدمنا واحد الطلب باش نتلاقاو مع السيد العامل ونرفعوا ليه دوك التوصيات اللي خرج بها داك اللقاء التواصلي. فعلا كانت الاستجابة ديال السيد العامل على أساس أن اللقاء يكون نهار الثلاث، ولكن تكون غير واحد التمثيلية ديال الأكبر ديال واحد الخمسة ولا ستة ديال الشبكات، لأن السيد العامل كان ديجا مبرمج واحد اللقاء تواصلي مع جمعيات حقوقية وكذلك نقابة ديال الصحفيين. حضرنا كان لقاء مع 11 اللي كان فيه السيد العامل وكذلك السيد الكاتب العام وكذلك السيد الباشا وكذلك ممثل ديال رئيس قسم الجامعات المحلية، وكان الحضور تتكون من تمثيلية ديال الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحافة، ممثلي طلبة، وكذلك هيئات وجمعيات المجتمع المدني اللي كان آنذاك خمسة ديال التمثيليات ديال الاتحادات والتنسيقيات. بعد عملية تشخيص لكل شيء الصغير والكبير في مدينة القنيطرة ولا تعرف هذا الملف هذا، وكذلك بعد تحديد المسؤوليات والإقرار بفشل المنظومة ديال النقل التي تتحملوا فيها لا المجلس البلدي ولا كذلك الشركة، هاد ما آلت إليه هاد الكارثة. الإخوان طلبوا من رفعنا توصية للسيد العامل كل من موقعه، وجات مجموعة من التطمينات ديال رئيس السلطة الإقليمية على الشكل التالي. بهذه المناسبة تنشكروا السلطة الإقليمية، تنشكروا السيد ولي الأمن، تنشكروا القوات المساعدة، كذلك تنشكروا رئيس جامعة بن طفيل الذي استجاب لطلب السيد العامل بتأخير عملية ديال الامتحانات، لأن طلبة كانوا على أبواب الامتحانات. ما غنهضروش على التشخيص لنا الصغير والكبير تيعرفوا، دفتر التحملات كل شيء تيعرفوا، تدبير المفوض كل شيء تيعرفوا. احنا عرفنا بأن المسألة وصلت إلى الباب مسدود ما بين المجلس البلدي وكذلك الشركة، وأن الاحتكام سيكون لوزارة الداخلية، ولكن على الرغم من هذا وذاك هناك مقاربة أمنية، الطلبة في فترة الامتحان، كذلك التلاميذ في فترة الامتحان، كذلك العمال. هذا الشيء هذا ممكن إلى ما تضبطش وإلى ما تخدش فيه إجراءات يمكن أن تحول إلى ما لا تحمد عقبات، ولكن هذا علاش حنايا وحلاش حنا حاضرين. وهذا خدا قال السيد العامل، قال الجميع أن هناك مجموعة من التنظيمات لا الحقوقية ولا الصحفية ولا الجمعوية في أي وقت أنهم بغاو يطلبوا بلقاء مرحبا بهم، وأن المكتب ديالو مفتوح للتواصل. وكذلك من ضمن المسائل اللي قال لنا السيد العامل هو أن المجلس الإقليمي الآن في تيدرس واحد اتفاقية ديال في القريب العاجل باش أنه غيدير واحد ليمينيبيس بالنسبة خصيصا للطلبة بثمن تفضيلي. واحد جوج، أن كانوا مجموعة الشكايات اللي تنعرفوا حنا السرعة اللي جا بها هذا الملف، لأن لا السلطة لا ما كانوش منتظرين بأن الحافلات غادي سيتم ترحيل هذا الأسطول. قامت السلطات المحلية مشكورة وكتنقول الأمن ولا القوات المساعدة بإجراءات استعجالية، قال بهذا سيتم جزر لا الحافلات ولا كذلك نقل المستخدمين اللي تيديروا واحد الأثمنة خيالية واللي تيستغلوا هذا الظرف هذا، سيتم جزرهم. ثلاثة، غيتخصوا واحد ليمينيبيس ديال الطلبة وغيطلعوا لهم بالمجان اللي بغا يكونوا مكتوبين فيهم، غيدير واحد لاليس، وهذوك الحافلة ديال نقل المستخدمين ما غيتخلصوش ولكن غيتخلصوا من المجلس، وعندهم لاسيرونس وعندهم هاد المسائل ديالهم كلها مكفولة. بالنسبة للعمال، العمال غيتهدوا، حتى حاجة ما غتضيع ليهم، وأي شركة اللي غادا تجي الحقوق ديالهم مضمونة. وخصنا نعرفوا بأن باش يكون لابيل دوف راه خصك عام ونص، ولكن لا نظر للمقاربة الأمنية أن العامل من حقه سيوجه إنذار للشركة باش أن تدبر هاد المرحلة اللي واحد المرحلة ديال 6 شهور ريتما يتم التعاقد مع شركة اللي في شركة أو شركتين أو ثلاثة اللي فيهم مجموعة من الشروط وهذه غنهضروا عليها من بعد. إذن
الا ما بغات في حاله ان الشركه امتنعت للسيد العام الحق انه يدير واحد مفوض قضائي والعمال نيت اللي غيمكن يخدموا هذا الاسطول هذا على الرغم من تدني الخدمه فيه انه غيشتغل ريتنا ندبروا باش ما نلقاش نعطيو الفرصه لمجموعه من المضاربين لان كاينين صحاب الحافلات ولا لي مينيبيس كاين الناس اللي مضابطين وكاين الناس اللي تيستغلوا هذا الظرف هذا باش ما يعطيوهمش ديك الفرصه. كذلك طلب من تحت الحاح الاخوه الحقوقيين ولا النقابيين اللي كانت التدخلات ديالهم جيده وكانت في المستوى وكانوا على الاطلاع بكل صغيره وكبيره ان الشركه او الشركتين او ثلاثه في لابيل دوفر اللي غيكون خصهم يكونوا حاضرين باش ما نعاودوش نفس الكارثه نفس التجربه اللي عشناها مع هاد الناس هادو. وكنا كلنا نطمحوا بالفعل كاين مجموعه من المدن اللي فيها شركه وحده وتبارك الله في واحد المستوى الكبير ولكن هاد التجربه اللي طرتنا في مدينه القنيطره تتحتم عندنا ان يكون جوج او ثلاثه الشركات باش في حاله ما اللي توقفات الشركه ما نبقاوش نعيشوا نفس الازمه. فعلا غيقول لك واحد ان رحنا درنا المسائل ديالنا القانونيه وهذه وزجرنا الشركه وحبسناها ولكن حنا هذيك الغرامه اللي غتخلص راه غتخلص من جيوب ديال المواطنين 20 مليار شي تيقول 30 مليار شي تيقول 100 مليار في حاله الفسخ. حنا عرفنا بان المجلس البلدي راه دار انتدب واحد المحامي كذلك الشركه انتدبت المحامي كذلك وزاره الداخليه لان هذا المال ديال العموم خصها تصون المال العام ديالنا حتى هي كذلك غترافع وغدير المحامي ديالها. وطلب منا السيد العامل باش اننا نضبطوا النفس ديالنا ونقوموا بعمليه التحسيس. فعلا هناك خلل في المنظومه كلنا تنقروا بها ولكن شنو هما الاجراءات اللي خصها دار. هذا الشيء هذا اللي كاين جديد الان فيما كانت شي حاجه جديده غادي نخبروا الاخوان. وبالمناسبه الحضور راه الاخوان اللي حضروا كانوا في المستوى واي انسان اي واحد اي هيئه تتشوف راسها انها عندها واحد الاقتراح عندها مشروع عندها اي حاجه تدخل قال لك اسيدي الباب ديالي مفتوح ومرحبا به والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.